بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، ثم الصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الإخوة المؤمنون الكرام، الأخوات المؤمنات الكريمات، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. يسرني وباسمكم جميعا وفي هذه الحلقة الثانية من اللقاء الخاص ضمن برنامج ملتقى الأحبة أن أرحب أجمل ترحيب بسماحة آية الله السيد هادي المدرسي، حيث نستكمل بعون الله تبارك وتعالى ما تبقى لنا من أسئلة تتناول أهم الجوانب والأبعاد في حياتنا المعاصرة، سائلا من الله تعالى لسماحته التوفيق في الإدلاء بالأجوبة النافعة والمفيدة، ولنا ولكم حسن الإصغاء والاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أرحب بسماحة السيد. السلام عليكم سيدنا العزيز ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. قرأنا لكم سيدنا العزيز في أحد كتبكم أنكم تحثون الإنسان على التعبير عن مشاعره، فمثلا إن رأى وردة جميلة أو منظرا جميل تحثونه على إبداء هذه المشاعر، ما الفائدة المترتبة على هذه الخطوة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإنسان في جسده مركب من أعضاء، وفي روحه أيضا هو مجموعة من الطاقات، مثل العقل، مثل الخيال، مثل المشاعر التي خلق الله، هذه كلها في داخل النفس البشرية. قيمة هذه المشاعر أن نبرزها، ولكن في المكان الصحيح. يعني حتى الغضب، هذا الشعور لا يجوز أن نكبته دائما، لابد أن نظهر غضبنا، ولكن في المكان الصحيح وفي قضية صحيحة. مثلا أن يغضب الإنسان لنفسه شيء، وأن يغضب الإنسان لله للقيم الحقة شيء آخر. مطلوب منا أن نهدئ من غضبنا إذا كان لأنفسنا، لأن هذا شيء من الأنانية، لكن علينا أن نظهر غضبنا إذا كان الأمر يرتبط بالعدل مثلا، والظلم والخير والشر والصلاح والفساد. أساسا قيمة المشاعر أن نبديها، ولذلك مطلوب منا إذا رأينا شيئا فيها آيات الحكمة، آيات القدرة الإلهية، أن نقول سبحان الله، أن نبدي هذا الشعور. ولعل ذلك من معاني العبرة أو العبور من الشيء إلى ما وراءه. وكذلك فيما يرتبط ببعض المسائل مثل الحزن، إذا نزلت علينا مصيبة فلا بد أن نظهر مصيبتنا بقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا حدث لنا شيء، أي تورطنا في معصية من المعاصي مهما كانت صغيرة، فلا بد أن نظهر ندمنا على ذلك بقولنا أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وكذلك فيما يرتبط بالطبيعة التي خلقها الله عز وجل، حينما ترى السماء الصافية والشمس في رابعة النهار، فلا بد أن تعبر من الشمس إلى خالق الشمس، وتظهر شعورك تجاه خلق الله عز وجل. إذا رأيت منظر الغروب على ساحل البحر، إذا رأيت وردة جميلة مثلا، الله عز وجل يريد منا أن نصقل مشاعرنا، وصقل المشاعر هي باستخدامها. يعني الإنسان مجموعة من الطاقات، هذه الطاقات إن لم تصرف فلا يأتي الجديد فيها، تماما مثل ماء البئر، إن أنت لم تنزح من البئر الماء فلا يأتي الجديد، يبقى ماء البئر في سطح معين ومستوى معين. مشاعرنا أيضا لابد من إبدائها، ولكن في المكان الصحيح
وبالشكل الصحيح وفي الزمان الصحيح. حينما تزعل من شخص فأنت بين خيارين، بين أن تكبت زعلك منه لفترة طويلة من الزمن، وبين أن تظهره بطريقة لبقة وتبين أنك زعلت منه. مثلا عندما نتحدث عن الهمة العالية، نجد بعض الأشخاص لديهم من الهمة ما تتجلى في عطاءاتهم وإنجازاتهم. ما هي العناصر التي إن اجتمعت تتكون لدى الإنسان همة عالية؟ أساسا رب العالمين زود الإنسان بالخيال، وكما يقولون الخيال مجنح. فأنت حينما تريد أن تكتب كتابا ربما تتخيل نفسك مؤلفا قديرا، ولك مجموعة من الكتب تتلاقفها الأيدي. هذه القدرة والطاقة التي زود الله الإنسان بها هي من أجل الشيء أن نتخيل الأمر في أقصى ما يمكن الخيال وأن نقصده. حينما نقصد الشيء في نهاياته فهذا يعني الطموح، يعني الهمة العالية. ما هو المطلوب بالنسبة إلينا؟ أن تكون همتنا عالية. حتى دينيا مطلوب منا مثلا حينما نطلب من الله جنته أن نطلب منه الفردوس الأعلى. حينما نطلب من الله الرضوان نطلب منه أن يحشرنا مع محمد وآل محمد، ونحن نعرف أن مقاماتهم صلوات الله عليهم هي أرفع المقامات عند الله. لقد علمنا الدين أن نقصد آخر شيء، أقصى ما هو ممكن بالنسبة إلينا. هذا فيما يرتبط بالجوانب الأخروية، كذلك فيما يرتبط بالجوانب الدنيوية. أنا أقول لبعض الشباب أحيانا حتى لو كنت تنوي أن تكون كناسا فإنوي أن تكون رئيس الكناسين وليس الكناس العادي، لأن هذا هو في مقدورك. لماذا الإنسان يطلب الشيء القليل؟ رب العالمين خلقنا وأودع فينا طاقات عظيمة يمكن تفعيلها في هذه الحياة، ومن ثم الوصول إلى أقصى الأمور. لماذا نكتفي بالشيء القليل؟ هنالك مدارج في الحياة، لماذا لا نحاول أن نصل إلى أقصى المدارج وليس أن نتوقف في المنتصف؟ في جميع أمورنا لابد أن نقصد أعلى ما يمكن، أن نقصد أعلى ما يمكن، أن تكون طموحاتنا دائما عالية. ما الذي يكون ذلك؟ أن نترك العنان لخيالنا أن يتصور أقصى ما يمكن، ثم نختار ذلك المكان الذي يصل إليه الخيال ونحاول الوصول إليه، تماما كما أن البشر تخيلوا أنهم يطيرون في الفضاء ثم صنعوا الطائرات، تخيلوا أنهم يغوصون في البحار وفي المياه ويخرجون سالمين من دون أن يختنقوا فصنعوا الغواصات. كذلك فيما يرتبط حتى بالجوانب المادية، مثلا شخص يريد أن يفتح بقالية فليقصد أن يكون صاحب سلسلة من البقاليات وليس بقالية واحدة. من يقصد أن يكون مؤلفا فليفكر في عشرات الكتب وليس في كتاب واحد، وأفضل الكتب وليس الحد الأدنى، ليقصد الحد الأعلى ثم يبدأ يمشي. لأن كما يقول المثل إن أطول رحلة تبدأ بخطوة. قد يقول قائل لا يمكن القفز على أعلى الأشياء، أقول نعم، ولكن حينما تريد أن تمشي أقصد الصين. لقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلب العلم ولو في الصين، وفي ذلك اليوم الوصول إلى الصين كان يحتاج إلى 6 شهور من الطريق من المشي. لكن النبي يعين أقصى شيء، حتى لو كان العلم في الثريا، لو كان العلم في الثريا لنالته رجال من أمتي أو رجال من قوم هذا، وأشار إلى سلمان الفارسي. إذن لابد أن نقصد أعلى ما يمكن. حتى في يوم معركة الخندق حينما عصت صخرة على الأصحاب واستنجدوا رسول الله حتى يستخدم قوته باعتباره نبيا، أي القوة الغيبية لتكسير ذلك الحجر، فضرب عليها فاشتعلت شرارة، قال إني أرى قصور كسرى تسقط بأيديكم، ومرة ثانية قال إني أرى قصور الرومان تسقط بأيديكم. كان عبد الله ابن أبي السلول وهو رأس المنافقين هناك، فنظر إلى قوم حوله
قال إنهم لا يستطيعون أن يكسروا حجر هذه، وخايفين من جيش قريش، ويريدون أن يحفروا الخندق حتى يدافع عنهم، ومع ذلك يمنيهم بقصور كسرى وفارس والرومان. نعم، النبي كان يعطي الطموح لقومه، أنه صحيح أنتم هنا في حالة حفر خندق، لكن هذه الخطوة الأولى في الألف ميل، فلا بد أن تقصدوا النهاية، وهو أن يهيمن هذا الدين على الدين كله. بالنسبة للعناصر التي يجب أن تجتمع فينتج عنها الهمة العالية، ما هي برأيكم سمحت السيد؟ هي مجموعة أمور. الأمر الأول في الواقع أن نعرف وأن نثق بالله عز وجل ونتوكل عليه. يعني إذا شعرت بضعفك فلا تنسى أن الله ليس ضعيفا، الله ذو القوة، الله قادر على كل شيء، ومن ثم نحن نطلب من الله أن يعطينا القدرة للوصول إلى الأشياء التي نضعف عنها. الأمر الثاني أن نعرف أن غيرنا حينما وصل إلى ما وصل إليه فإنما كان طموحه عاليا. الأمر الثالث أن نقلد أحد الكبار العظماء، يعني أن يقرر الشاب أن يكون مثل علي الأكبر سلام الله عليه، أن يقلد أحد الناس من الذين يبيعون التمر أن يكون مثل ميثم التمار. تعرفون ميثم التمار كان من الموالي، أي كان من العبيد، ومع ذلك حينما كانت همته عالية أصبح من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه، وكان الإمام علي يأتي إليه ويجلس في محله، وربما باع له بعض التمر هناك. إذن نضع الشخصية من الشخصيات أمامنا ونحاول أن نقلده في حياتنا وأن نصل إلى ما وصل إليه. هذه مجموعة من الأمور تعطي الهمة العالية، خاصة إذا عرفنا بأنه لا يجوز هدر الطاقات. يعني إذا كان إنسان عنده مليون دولار مثلا، هل يجوز له أن هذا المليون يخسر على لا شيء، على أشياء تافهة؟ هل لا؟ القدرات والطاقات المودعة في الإنسان كثيرة جدا، لا يجوز لي أن أهدر هذه الطاقات في أشياء تافهة، لابد أن أقصد الشيء العالي والشيء البعيد. إجابتكم جرتني إلى تساؤل حول القدوة الصالحة. هل القدوة الصالحة أمر أساسي في حياة الإنسان؟ لا شك في ذلك. أساسا البحث عن القدوة وجدان في الإنسان وضمير. الطفل الصغير حينما يفتح عينيه قبل أن يحاول أن يتعلم ويعرف قيمة العلم يحاول أن يقلد، ومن ثم فإن البحث عن أفضل من يمكن تقليده وجدان في الإنسان وفطرة. الأمر الذي قاله الأنبياء والرسل هو أن علينا أن نختار القدوة الصالحة وليس أي شخص نعتبره قدوة. وما نراه اليوم في بعض المجتمعات أن هنالك قدوات مزيفة وأبطال مزيفين. حينما يكون هنالك حديث عن أبطال الأفلام ويصبح هؤلاء قدوات للشباب، ونحن نعرف سلفا أن هؤلاء الأبطال في حياتهم العملية ليسوا أبطالا، فحينما نرى في الفيلم مثلا أن هذا الشخص يطير من على قمة جبل إلى قمة جبل آخر، نعرف في حياته العملية ربما إذا وجد حفرة صغيرة أمامه يتوقف. إذا لم نحدد القدوة الصالحة لنا وللآخرين فسوف تختار النفس قدوات غير صالحة. الإنسان في حياته دائما يحاول أن يقلد غيره، حتى الأنبياء والرسل هؤلاء كانوا يقلدون الله عز وجل، تخلقوا بأخلاق الله. في كثير من الموارد كان ربنا عز وجل يرشد أنبياءه إلى أن يتعلموا منه. إبراهيم الخليل سلام الله عليه وعلى نبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حينما أراد أن يبني البيت كان يضع حجرا على حجر، فربما سقط الحجر، فقال له الله تعلم مني، انظر إلى النخلة كيف صنعتها، هنالك قطعة وقطعة وقطعة في الوسط، ضع حجرين ثم حجر على هذين الحجرين. يعني الأنبياء يقلدون الله، والأصحاب والناس والأتباع يقلدون الأنبياء. لابد أن نختار القدوة الصالحة،
بما يتناسب معنا. يعني أنت شاب لابد أن تختار قدوة صالحة من الشباب في فترة الشباب، تختار مصعب بن أبي عمير مثلا نموذجا لك، علي الأكبر نموذجا لك، أصحاب رسول الله الشباب الذين كانوا حوله نموذجا لك. حينما تصبح من الكبار في السن ومن الشيوخ تبحث عن قدوة تتناسب معك في شيخوختك. فإذا قضية القدوة هي قضية رئيسية وأساسية في حياة الإنسان، ولعله في كل مرحلة نختار أفضل القدوات الصالحة حسب مرحلتنا وحسب أعمارنا. إذا عرجنا على البعد الصحي في حياة الإنسان بشكل عام والمؤمن بشكل خاص، أين يضع سماحتكم ممارسة الرياضة في سلم أولويات الفرد؟ ربنا عز وجل خلق الحياة متحركة، هذه الحياة حتى في الجوانب الجامدة فيها هي متحركة. يعني أنت ترى الجبل جامدا، لكن هذا الجبل مع حركة الأرض في حالة حركة، في داخل هذا الجبل ذرات التراب فيها إلكترونات وبروتونات في حالة حركة. لا شيء في هذا الكون إلا وهو في حالة حركة. ومن ثم فإن كرتنا الأرضية التي نعيش عليها فيها خمس حركات تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، ومع الشمس في حالة السير، والشمس تجري لمستقر لها، وكذلك ضمن المجرة ضمن المدن النجومية. وفي داخل أجسامنا أيضا خلق الله الجسم مرنا بحيث يمكن تحريكه بسهولة، وإذا لم نحرك هذا الجسم فمن الناحية الصحية نكون مثل الماء الجامد في مكان واحد الذي لا يتحرك، فهو يفسد ويفسد ما حوله. مطلوب منا أن نتحرك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى الحياة العادية التي كان يعيشها الناس وفيها الحركة وفيها مثلا الاستقاء من البئر وفيها المشي، بالإضافة إلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير المشي حينما انتقل إلى المدينة المنورة. يعني كان يتمشى، هو هذا التمشي كان جزء من حياة النبي بالإضافة إلى الحياة العامة اللي كانت صعبة وكانت فيها حركة. إذن الرياضة جزء من الصحة، مطلوب منا أن نجعلها جزء من حياتنا اليومية، لا كل الحياة ولا أن نبعدها عن حياتنا، فهي لابد أن تكون جزء، كما نأكل كما نشرب كما ننام لابد أن نتحرك. هذا التحرك إذا كان ضمن حياتنا العادية، بمعنى كنا نعيش في قرى وأرياف كل شيء فيها بحاجة إلى بذل جهد بدني، فأهلا وسهلا، هذه هي الرياضة. لكن إذا لم يكن وعشنا في مدن صناعية، نركب السيارة بدل أن نمشي، نجلس أمام التلفاز بالساعات مثلا، حياتنا هادئة ما فيها حركة، حياة إدارية، تجلس على الكرسي أمام كمبيوتر مثلا، فلا بد أن نحرك أجسامنا بين فترة وأخرى، أن تكون الرياضة جزءا من حياتنا، لأنه مطلوب منا أن نحافظ على صحتنا ومجاراة للطبيعة التي خلق الله الجسم والكون عليها، فلا بد أن نتحرك مع حركة الحياة. أثابكم الله سماحة السيد. الله. أنتقل معكم إلى محور حول العمل الإسلامي والرسالي، وأبدأ بهذا السؤال، ما هو الشعار الأبرز الذي يرفعه سماحتكم في عمله الدعوي والتبليغي؟ أساسا أعتقد أن هنالك مجموعة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار حتى نصل إلى الشعار. الأمر الأول أن هنالك مسؤوليتان بالنسبة إلى جميع المؤمنين، مسؤولية أن نعرف ومسؤولية أن نعرف، مسؤولية أن نهتدي، مسؤولية أن نهدي، لأن الإسلام دين يحمل أتباعه مسؤولية نشره والتبليغ عنه. هذا النور لابد أن نزداد منه كل يوم من خلال المعرفة المستمرة، ولا بد أن ننشره بين الناس. مطلوب منا دائما أن نتلقى وأن نعطي. يعني أمثل الإنسان في هذه الحياة مثل محول كهرباء يوضع في مكان ما، يأخذ الطاقة من مصدرها ثم يوزعها في الأسلاك. نحن علينا دائما أن نأخذ الطاقة، طاقة الإيمانية، طاقة المعرفة،
من خلال كتاب الله عز وجل، من خلال الدعاء، من خلال الطلب من الله بالهداية، وأيضا أن ننشر هذا الأمر بين الناس. الأمر الثاني والمهم أن مسألة الحياة، الحياة الدنيا فيها مسؤوليتين: مسؤوليتك تجاه نفسك وتجاه طاقاتك المدعة فيك، ومسؤوليتك تجاه الآخرين. لا يمكن أن تعيش صالحا في مجتمع غير صالح، فإما أن تكون صالحا ومصلحا في آن واحد والمحيط الذي حولك يكون صالح، وإلا لن تبقى صالحا، لأن الإنسان بطبيعته يتأثر كما يؤثر. فإذا وضعت نفسي ما بين الأعراب، مثلا التعرب بعد الهجرة اللي من المحرمات، يعني هاجر شخص من بين الأعراب، حينما نقول الأعراب لا نقصد العرب، من بين أولئك الجاهليين الذين لا يلتزمون بشيء، حينما يهاجر من بينهم إلى المؤمنين إلى المسلمين لا يجوز له العودة إلى تلك الحالة. لماذا؟ لأنه يخشى عليه من أن يتأثر مرة أخرى وأن يرتد. إذن في نفس الوقت اللي أنت مسؤول عن نفسك وإصلاحه، مسؤول عن الآخرين وإصلاحهم. الشعار الذي لا بد من أن نرفعه في الحقيقة: أن نزداد معرفة، أن نزداد إيمانا، أن نزيد من تزكية أنفسنا، وأن نسعى لنشر المعرفة بين الناس والعطاء للناس. ما هو الهدف الرئيسي والأساسي بنظركم والذي يلزم على جميع الناشطين والعاملين في العمل الإسلامي التبليغ منه والخير، السعي لتحقيقه، ولماذا هذا الهدف؟ أولا لا بد من أن نكون مخلصين في أعمالنا، والإخلاص نية متجددة. أحيانا يقول الشخص: حينما دخلت هذا المجال كنت مخلصا، ولله دخلت سواء في مجال تبليغي أو مجال خيري أو أي مجال من مجالات الحياة، لكن في اعتقادي تجديد النية أمر ضروري. يعني كل يوم نجدد النية لله عز وجل، أي كل يوم نزداد إخلاصا، لأن الإخلاص درجات. يمكن أن تكون قد وصلت إلى درجة، فاسعى إلى درجة أرفع، كما أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل مخلص مخلصا آخر أكثر منه إخلاصا. الأمر الثاني، لا بد أن نسعى لشيء كبير، وكما ذكرنا في قضية الطموح أن نطمح في إصلاح العالم كله، وهذا هو الذي كان يقصد به الأنبياء سلام الله عليهم. الله كان يرسلهم ليس فقط لقومهم وزمانهم، ولذلك تعاليم حتى الأنبياء غير أولي العزم، تلك التعاليم وصلت إلينا، أوصلها الله عز وجل إلينا ونحن مكلفون بها، تلك النصائح والمواعظ والتعاليم التي جاء بها جميع الأنبياء. زكريا مثلا رب العالمين يذكر كلامه في القرآن الكريم، يحيى مثلا، وهم ليسوا من أنبياء أولي العزم، لكن التعاليم لهم كانت تعاليم إلهية ربانية، ومن ثم لكل البشر ولكل الأحياء. رسالتنا أن نكون رسل خير ورسل صلاح لجميع الناس من خلال أمرين: من خلال النموذج الصالح في أنفسنا في أي مجال كنا، نحاول أن نكون نموذج صالح، عمل خيري تقوم به، اسعى أن تكون النموذج الصالح في هذا الأمر، أو عمل تبليغي، قبل أن تبلغ الآخرين بلغ نفسك. قلت لمجموعة من طلاب العلوم الدينية: أنتم أصحاب رسالة، لكن لمن ترسلون؟ في الدرجة الأولى أنتم مرسلون إلى أنفسكم، فأنت رجل دين لكي تبلغ نفسك أولا، وأن تكون صادقا فيما تدعو إليه، وتطبق ما تقول، ثم تحاول أن توصله إلى بقية الناس. أثابكم الله سماحة السيد. البعض يجعل الخوف، خوف الوقوع في العجب والرياء، حائلا بينه وبين العمل والانخراط في العمل الإسلامي، ما النصيحة التي توجهونها لهؤلاء؟ لا يمكن أن نأمن شر إبليس، ولا يمكن أن نأمن شر النفس الأمارة بالسوء. في كل عمل نقدم عليه لابد أن نخشى أن لا يكون هذا العمل لغير الله، أن نخشى الوقوع في العجب والرياء وما شابه ذلك. ولكن لا يجوز أن يكون الخوف من الرياء والعجب ومن أحابيل إبليس حائلا بيننا وبين العمل. انظروا، المحراب هو مكان إقامة الصلاة، نسميها محرابا في المسجد، ونحن نعرف أن كلمة محراب
اسم مكان الحرب. حينما تقف للصلاة لست في حالة حرب، أنت في حالة الصلاة والعبادة. ولكن لماذا سمي مكان الصلاة محرابا؟ لأنك بمجرد أن تقصد عملا لله فإن النفس الأمارة بالسوء وإبليس من وراء ذلك يركبها، وتحاول هذه النفس أن تنحرف بالإنسان عن مقصوده والإخلاص لله والعبودية والخضوع والخشوع عن طريق العجب، عن طريق الرياء وما شابه ذلك. فأنت في حالة حرب مع نفسك، وأنت في حالة حرب مع الشيطان. هل إذا أردنا أن نصلي ووسوس لنا إبليس لابد أن نترك الصلاة، أم لابد أن نحارب إبليس؟ أتذكر جاءني أحد من الشباب قالوا لي أنه ترك الصلاة فتحدث معه، قلت لماذا تركت الصلاة؟ قال بصراحة أقول لك، قلت نعم. قال لأنني أزني. ففكرت مع نفسي ما دام أنا أزني شلون أصلي؟ قلت له وتركت الصلاة. قال إيه. قلت له ليش ما تركت الزنا ما دام أنت تصلي؟ عملت العكس، تقول أنا أزني إذن لماذا أصلي؟ لماذا لا تقول لنفسك أنا أصلي لماذا أزني؟ الشيطان أحيانا يدفع الإنسان بهذا الاتجاه، يقول ما دام أنت تصلي وترائي فلماذا تصلي؟ هنا نقول لإبليس ما دمنا نصلي فلا نرائي، بمعنى يجب أن لا يكون الخوف من الرياء ومن العجب ومن الغرور حائل بيننا وبين العمل، إنما نخاف من هذه الأمور وأن نقع في هذه المطبات، بس نحاول الحرب، يعني مواجهة أنفسنا كما نواجه العدو، ونواجه إبليس كما نواجه العدو، ونعتبر كل مجال من مجالات العمل الديني هو محراب عبادة، أي محل محاربة إبليس ومحل مواجهة النفس الأمارة بالسوء. أوجه الحوار الآن نحو الإعلام الإسلامي، ما هو مفهوم الإعلام الإسلامي بنظري سماحتكم، وما هي أهدافه وغاياته؟ أساساً نشر الدين ونشر المعارف الربانية التي جاء بها الأنبياء وأوصياؤهم سلام الله عليهم أجمعين، هذه هي المسؤولية الرئيسية للإعلام. الإعلام الفاسد، الإعلام المنحرف، الإعلام الذي يؤجج الشهوات والرغبات الحيوانية في الإنسان كثيرة. أنت حينما تجلس أمام قناة أو القنوات الفضائية، ربما في يدك ريموت كنترول يمكن أن تبدل قناة لقناة 1500 قناة في يدك، في كفك 1500 قناة. من 1500 قناة في الحقيقة بمقدار أصابع اليد تجد قنوات جيدة ترشد الناس، تهدي الناس، أما بقيتها فكلها قنوات ينطق الشيطان فيها. ولأن الإنسان حينما يستمع إلى شخص فهو يعبده، كما في الروايات من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فلا بد أن يكون المبلغون والمبلغون عن الله. أنت في الحقيقة تحمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكتاب الذي بلغه النبي في يديك الآن. النبي بلغه وتحمل الأذى في سبيل تبليغه، وهي آيات الله ووحي الله وهو في يديك، فأنت رسول الرسول. ولا بد أن يكون هذا الإعلام إعلاما صحيحا صادقا مخلصا، وأن يكون بالشكل الصحيح وبالأسلوب الصح. يعني عندنا مسألتين، الدفاع بشكل خاطئ عن الحق ربما يضر بالحق، فلا بد أن يكون الذي نبلغ عنه الحق، ولا بد أن نبلغه بالطريقة الصحيحة. لأن الطريقة إذا كانت خاطئة فنحن حينئذ نكون قد أضر، يعني صار ضرر على الحق نفسه. بطريقة صحيحة، بطريقة الحكمة، لأن القرآن أمرنا بأن نجادلهم بالتي هي أحسن، حتى في رد الآخرين لابد أن نستخدم الحكمة في ذلك، وليس بطريقة نجعلهم تأخذهم العزة بالإثم. إعلامنا الإسلامي في الوقت الراهن في بواكير انطلاقته، ما الذي حققه وما الذي ينقصه؟ ما ينقصنا الكثير، ولكن أهم شيء أننا بدأنا الإعلام الإسلامي، وما دمنا بدأنا فلا بد أن نواصل المسير، ولا بد أن نجدد كل يوم.
ما ينقصنا في الحقيقة هو التجديد الدائم، هو أن نكون كل يوم أفضل من اليوم الذي سبقه. لابد أن نعتمد في الإعلام على الأساليب الصحيحة. سابقا كان البعض يقول ما دام الإعلام الموجود في محطات التلفاز كله فاسد فلا بد أن نمتنع عن شراء التلفزيون وما يكون عندنا في بيتنا تلفزيون مثلا. كان ربما هذا في وقت معين صحيح، لكن كما قال أحد علمائنا لا ينتشر الإسلام إلا من حيث انتشر الكفر. الشيء الذي حدث الآن أنه في المكان الذي يوجد الكفر يوجد الإيمان، أي في القنوات الفضائية باستطاعة الشخص أن يستمع إلى أغاني وموسيقى ورقص وكلمات تؤدي إلى الضلال والانحراف، وباستطاعته أن يستمع إلى كلمات الموعظة وما يرتبط بالدين، والشخص يكون هو بيده الأمر وهو المسؤول في أن يستمع إلى هذا أو ذاك. ما ينقصنا كثير في الحقيقة من الأشياء التي تنقصنا التعاون الوثيق ما بين مختلف العاملين في مجال الإعلام. الأمر الثاني، نحتاج إلى إنتاج، نحتاج إلى الاهتمام بالمرأة، نحتاج إلى الاهتمام بالأطفال. ولكن الشيء الأساسي في تصوري هو التطوير الدائم. نحن بدأنا من الصفر، يعني المسلمون خرجوا للتو من تحت الرماد، من حالة انهزامية قديمة سابقة للتو خرجنا، وبدأ المؤمنون الصالحون يهتمون بأمر التبليغ وأمر الإعلام. لابد أن نتعلم من تجاربنا الشخصية، ولا بد أن نتعلم من الآخرين، وأن يكون كل يوم نؤدي شيئا جديدا ومتطورا، أي أن لا نبقى على حالة واحدة، أن يكون عندنا كل يوم شيء أفضل من السابق. دور الأدباء والفنانين، الأدب والفن، هل له دور أساسي في عملية النهضة الإسلامية؟ وإذا أخذنا بالنظر الاعتبار أن الأدب لا نقصد فيه فقط الشعر، وإنما الرواية والقصة وما إلى ذلك. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن نعمل نموذج لنا. القرآن يتحدث في آيات كثيرة عن قصص الأنبياء، عن قصص الصالحين، وأيضا عن قصص أولئك الذين ضلوا وأضلوا. بل القرآن الكريم يبدأ بقصة إبليس وقصة آدم وما جرى لهما، ومن ثم فإن الاهتمام بالقصة جزء من القرآن. أحسن القصص في القرآن. سورة يوسف كما نرى فيها بالإضافة إلى الحقيقة، وهي قصة واقعية حقيقية حدثت وفيها هذه المفاجآت الكثيرة، فيها كل عناصر القصة الجميلة بما يترتب على ذلك من امتحانات الله عز وجل وابتلاءاته للبشر، وهي نموذج لما يتعرض له جميع المؤمنين في حياتهم. الاهتمام بالأدب أمر أساسي. القرآن من حيث البلاغة في قمة البلاغة، لا شك في ذلك. كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قمة البلاغة، أنا أفضل من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت من بني سعد، كما يقول النبي، أفضل من نطق بالضاد النبي. الإمام علي سلام الله عليه سيد البلاغة وسيد الفصاحة. إذن جانب البلاغة، جانب الأدب، جانب جمال الأسلوب جزء من ديننا وجزء من رسالتنا، وكذلك قضية القصة، وكذلك قضية الشعر. إن من الشعر لحكمة كما يقول النبي، وكان في أصحاب النبي شعراء، وكان كلما هجى أحد المشركين النبي والإسلام كان النبي يطلب ممن حضر من يرد عليه. القصة والبلاغة والفصاحة والأدب والرواية والشعر وما شابه ذلك كلها وسائل قيمتها بالهدف الذي تسعى إليه. مثلا الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، استثناء. الشعر الذي يهدف إلى شيء، قضية وطنية، قضية إنسانية، قضية رسالية، قضية دينية، هذا الشعر مقدس. هذا الشعر لكل بيت بيت في الجنة كما في الحديث الشريف.
من ينظم قصائد في مدح النبي، في مدح أهل بيت النبي، من ينظم قصائد في رثاء الأنبياء والرسل والأوصياء، من ينظم قصائد في حق الحسين سلام الله عليه، لكل بيت بيت في الجنة. وقد اعتمد النبي والأصحاب، مع أن النبي لم يكن ينبغي له أن يقرأ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مع ذلك كان يطلب من أصحابه أن ينظموا القصائد. هذه وسائل لابد من الاستفادة منها في سبيل أهداف مقدسة. يعني كما أن أهل الضلال يستفيدون من وسيلة الشعر والرواية والقصة والأدب، إضلال الناس لابد أن نستهدف من هذه الوسائل لهداية الناس. هذا فيما يتعلق بالأدب. وبالنسبة للفن، الرسم، أيضا سمعتكم تحثون على التصوير الفوتوغرافي والإبداع في هذا المجال، ما هو دور هذا الجانب؟ اليوم دور الأفلام ودور التصوير في الحقيقة دور أساسي أكثر من السابق. هنالك مثل صيني يقول: صورة تعادل 1000 كتاب، أو صورة ولا 1000 كتاب. أنت أحيانا ترى صورة، هذه الصورة تبقى عالقة في ذهنك ربما أكثر من 1000 كتاب تقرأه. وإذا لاحظنا القرآن الكريم، التصوير الفني في القرآن الكريم، محتوى القرآن هو المهم، وبمحتوى القرآن تحدى القرآن الآخرين وطالب منهم أن يأتوا بسورة، ليس بالجانب الفني. ولكن الجانب الفني في القرآن الكريم تصويري، بمعنى أنك حينما تقرأ آية من القرآن الكريم الصورة تتصور أمامك كأنك ترى، حينما تقرأ سورة يوسف كأنك ترى إخوة يوسف وهم يجلسون يتآمرون، كأنك تراهم يجرونه، كأنك تراهم يرمونه في داخل البئر. ومعنى ذلك أن القرآن الكريم يعتمد على التصوير حينما لم يكن هنالك تصوير فوتوغرافي. اليوم نحن نعيش وسائل جديدة لا بد من اعتمادها أكثر من الكتب، أكثر من الأدب، أكثر من بل الرواية التي نكتبها لا بد أن نستهدف من ورائها تحويلها إلى تصوير، لأن هذا هو الذي يبقى في الأذهان أكثر من الكتاب. حتى في الأفلام الناجحة، هي الأفلام التي الصورة تأخذ مكان الحوار، يعني بدل أن يبلغوا شيئا ما عن طريق الكلام، يبلغونه عن طريق الصورة، عن طريق الحركة. ولذلك دور هذه الأمور دور أساسي. بالنسبة للخطيب الحسيني سماحة السيد، دوره ضروري وفعال في المجتمع، بماذا يجب أن يتميز الخطيب الحسيني؟ الحقيقة الإمام الحسين سلام الله عليه حينما سقط على رمضاء كربلاء حمل رايته أخته زينب سلام الله عليها وابنه علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليهما، وحملت زينب راية الحسين وحملها الإمام زين العابدين. ثم فيما بعد حين غيبت الأئمة الطاهرين وقد حمل كل واحد منهم هذه الراية، حملوا هذه الراية إلى المؤمنين بأهل البيت. فكل شخص يجب أن يكون حامل راية الحسين ومبلغا عن الحسين في عائلته وفي قومه وعشيرته. حدث تخصص أن هنالك رجالا يحفظون سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه وينشرونها بين الناس. أصبح الخطيب الحسيني في البداية هو مجرد قارئ سيرة مقتل الإمام الحسين، ثم تحول إلى واعظ يبلغ رسالة الحسين للناس. ومن ثم فإن الخطيب الحسيني واعظ، يجب أن يكون متعظا في نفسه وواعظا لغيره، أن تكون طريقته مع الآخرين تواضعه مع الآخرين وتعامله مع الآخرين نموذجا لأصحاب الإمام الحسين في كربلاء. فيما يرتبط بماذا يجب عليه أن يتميز به، أن يتميز بأن لا يقول ما لا يؤمن به، أي أن يكون مخلصا فيما يقول وصادقا فيما يقول، وأن لا يقول ما لا يثق بأنه قد حدث وكان حتى يثق الناس به. أنا رأيت خطباء حسينيين، هؤلاء لم يكونوا يقولون كلاما لم يروه في كتاب موثوق به، يعني كل ما كان يقول كان عنده مصدر
حقيقي أساسي موثوق به من الرواية من الرواة الموثوقين بهم. ولا بد أن يتميز أيضا بالموعظة الحسنة، لأن الخطيب تحول من مجرد قارئ سيرة حسينية ومقتل الحسين إلى واعظ. في قضية الوعظ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ثقافة الناس. يوم من الأيام أنت تقرأ لمجموعة من البدو الرحل مثلا، فلا بد أن تتكلم على قدر عقولهم، ولكنك اليوم تصعد المنبر وتحت منبرك دكاترة، مثقفين، كتاب، مؤلفين، مجموعة من الناس ذوي ثقافة عالية، فلا بد أن تكون رسالتك لهم على مستوى عقولهم، لأن ما من نبي أرسله الله إلا بمنطق قومه وعلى قدر عقولهم. لا يجوز أن نقول الكلام الذي نقوله للبدو الرحل أمام مجموعة من المثقفين. فلا بد أن يتميز الخطيب بمعرفة المستمعين، لأنه أساسا أنت حينما تكتب كتاب لا بد أن تعرف لمن تكتب هذا الكتاب وشنو الهدف اللي من وراء ألفت الكتاب. كذلك فيما يرتبط بالخطابة، أنا عندي رسالة أريد أديها، الذين أريد تأدية الرسالة إليهم من هم؟ ولا بد أن يكون على قدر عقولهم. حوارنا معكم متنوع، وانتقل الآن إلى سؤال حول التعصب. سيدنا العزيز، هذا الداء ابتليت به الأمة منذ صدر الإسلام، لماذا ينشأ التعصب؟ ما أبرز سمات الفرد المتعصب وكيف نتعامل مع المتعصب؟ عندنا مسؤول، يعني قضية في الإسلام مطروحة، قضية تعبر عنها بتعابير حديثة مثل التعصب، مثل التشدد، مثل التطرف وما شابه ذلك. الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الدين متين، فأوغلوا فيها برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الدين هو دين سمح سهل، ليس دين التشدد. لا تشددوا على أنفسكم فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشد الله عليهم، كما في الحديث الشريف في قصة البقرة. لا تشدد على نفسك. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لابنه الإمام الصادق وكلاهما من علماء أهل البيت، يقول وضع أبي يده على كتفي وأنا أطوف حول الكعبة، قال بني إن الله إذا رضي عن عبد قبل منه اليسير. إذن أصل التشدد مرفوض، ما مطلوب من عندنا التشدد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا إفراط ولا تفريط في الإسلام. هؤلاء الذين يتشددون أي يتعصبون لفكرتهم، بمعنى أنه بدل أن يأخذ الآخرين بعين الاعتبار يأخذ نفسه. أحد الأسباب هو الانعزال. من ينعزل عن الناس ويعيش في كهوف نفسه ويعيش في غابات جهله، هذا يرى نفسه على حق مطلق والآخرين على باطل مطلق، ولربما يسمح لنفسه بأن يقتل إنسانا بريئا لتعصبه. نحن إذا رأينا فاكهة سيئة نكتشف من ذلك أن الجذور سيئة في هذه الشجرة. من خلال ما نرى من قتل النفوس والأبرياء باسم الدين أحيانا نكتشف أن الإشكال في الجذور، يعني في فهم هذا الدين. هذا الدين رب العالمين كان قادرا على أن يجبر الناس عليه، وما أجبر الناس عليه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رب العالمين وهو خالق البشر والذي أرسل إليهم في مصلحتهم ما أجبرهم إجبارا كان يستطيع ذلك على أن يعملوا به، فكيف بهؤلاء المتشددين؟ ولقد رأينا الجرائم التي ارتكبها هؤلاء في التاريخ، قتل الإمام علي سلام الله عليه من قبل مجموعة من المتطرفين، مجموعة من المتشددين رأوا في قتل الإمام علي قرب إلى الله، حتى أن شاعرهم قال يا ضربة من تقيا ما أراد بها، يعني اعتبر هذا ابن ملجم وهو أشقل الآخرين اعتبره تقيا واعتبر ضربة في سبيل الله. أو يقول الإمام الباقر سلام الله عليه اجتمع على جدي الحسين 30,000 كل يتقرب إلى الله بدمه، سيد شباب أهل الجنة وأطفاله الرضع يقتلون
وهم يتقربون قتل يتقربون إلى الله بدمائهم أهل البيت سلام الله عليهم الذين أوصى الله بهم في كتابه وأوصى النبي بهم في أحاديثه الشريفة، هؤلاء يذبحون والقتل يتقربون إلى الله بدمائهم. هذا نتاج فاسد. من النتاج الفاسد نعرف الجذور الفاسدة، أن هنالك سوء فهم للدين. سوء الفهم يؤدي إلى التعصب، وإلا الدين يقول لك قل للناس ما فيها مصلحتهم، إن عملوا بذلك ففيها مصلحتهم، وإن لم يعملوا فهم ضيعوا حظهم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الإمام علي كان يطلبون من عنده أنه أعمل مثل ما يعمل معاوية. معاوية يصرف أموال، معاوية يجبر الناس على إطاعته وإلى آخره. قال أطلب النصر بالجور؟ لا، أنا ما أطلب النصر بالجور. يريد النصر نظيف. ما يمكن أن تكون الراية نظيفة واليد غير نظيفة. ما يمكن أن تكون الوسيلة غير نظيفة والهدف نظيف. يعني هؤلاء الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة، ما دام نريد في سبيل الله فإذا نقتل أبرياء، لم يصير. الغاية تحدد الوسيلة، ما دامت الغاية مقدسة فلا بد أن تكون الوسيلة مقدسة، يرضى الله عن تلك الوسيلة. التعصب لا يرضى الله عنه، التشدد، التطرف ما جاء به الدين. فإذا من يجعل التعصب والتشدد والتطرف وسيلته حتى في نشر الدين فرب العالمين لا يرضى عنه. في ختام هذا اللقاء ومسك الختام هذا السؤال، ذكرتم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذه الشعائر؟ لماذا كل هذا التفاعل الذي ازداد عام بعد عام؟ زحف مليوني تجاه كربلاء، لماذا طويريج هذه الركضة أو هذه الشعيرة العظيمة؟ لماذا هذا الجنون بعبارة أدق بالحسين؟ في يوم عاشوراء عابس بن شبيب حينما رأى أن القوم يحجمون عن مواجهته لبطولته وشجاعته المعروفة بينهم، رمى بخودته على الأرض وهاجمهم حاسرا ومن دون درع. فقال له أحد أصحابه: أجننت؟ قال: إن حب الحسين قد أجنني. إذا كان البعض يرى في ذلك الجنون فهذا شأنه، أما بالنسبة إلينا فنحن نعرف أن الحسين قتل في سبيل الله وقدم كل ما يملك خلال نصف نهار بما في ذلك مهجة قلبه في سبيل الله لكي ينقذ عباد الله من حيرة الضلالة. الحسين هو شعيرة من شعائر الله، وكلما نعمل ونحمل رايته فنحن ونحمل راية الله. لقد قلت في كلمة من الكلمات أن هنالك دائرة مغلقة في الكون، من أراد الله فلا بد أن يتقرب إلى الحسين، ومن أراد الحسين فلا بد أن يتقرب إلى الله، تماما كما أن من يريد الله لا بد أن يتقرب إلى أنبيائه وأوصيائهم، ومن أراد التقرب إلى الأنبياء والأوصياء فلا بد أن يتقرب إلى الله. الحسين قتل في سبيل الله فأصبح الله هو الذي يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد طبق كل الإسلام في كربلاء. الحسين سلام الله عليه راية من رايات الله في الأرض. الحسين سلام الله عليه اليوم وسيلة هداية. حينما نرى الزحف المليوني، أنا أطلب من كل من لديه سؤال لماذا كل هذا أن يشترك ولو ساعة واحدة في هذا الممشى العظيم، هذا الزحف المقدس لقبر أبي عبد الله الحسين، حتى يرى كيف أن في هذا الزحف نهضة أمة ونهضة دينية. هؤلاء الذين يمشون يؤدون الصلاة في أول أوقاتها، هؤلاء يتنافسون على العطاء، يتنافسون على التواضع، يتنافسون على الإيمان. ومن ثم فإنني أطالب من عنده أي تساؤل أن يمشي ساعة، هل أسئلته تجاب؟ وهل يرى ما نراه نحن في أن التقرب إلى الإمام الحسين هو تقرب إلى الله، والتقرب إلى الله هو بالتقرب إلى الإمام الحسين، وأن في الكون هذه الدائرة المغلقة لا يمكن أن تخرج منها، كما أن الله لا يريد دينه بدون الإيمان بالنبي، كذلك لا يريد دينه بدون الإيمان بأولئك الشهداء، والإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة لأنه سيد
الشهداء في الدنيا. قد يسأل البعض ماذا استفدتم من البكاء على الحسين طوال هذه القرون؟ أولا البكاء بالنسبة إلينا فلسفة رابطة، حينما ارتبط بالإمام الحسين وعندي الحسين أقدس من أبي ومن أمي، نحن نبكي على أولادنا، نبكي على آبائنا، نبكي على أعزائنا، وهذه حالة طبيعية. بالإضافة إلى أن الحسين قضية، يعني الحسين أمران، جسد مقطع وحق مضيع. للجسد المقطع نبكي، وللحق المضيع نصرخ ونرفع رايته ونطالب الناس بالإيمان بالله وبالأنبياء. فباعتبار أن الإمام الحسين قضيتان، جسد مقطع وحق مضيع، فنحن نرتبط به من حيث البكاء والعاطفة وإظهار الحزن على مقتله، لأن أهل البيت عندنا أقدس من أهلنا، فإذا قتل أهلنا نبكي عليهم، وإذا قتل أهل البيت فبالأولى نبكي عليهم، ومن خلال البكاء نرتبط بهم ونرتبط بالحق المضيع. أثابكم الله سماحة السيد. سلمكم الله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين لسماحة السيد على حضوره معنا وإجابته على أسئلتنا، والتي نأمل من الله تبارك وتعالى أن تكونوا قد استفدتم منها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرج قائمهم بالحق.